نتمنوا بالربح البارح ولا خصنا نجيبوا لا كوب دي موند من روسيا؟ البارح ربحنا صافي فضينا البارح، دابا كاس العالم خصنا نجيبوها. غندابزو باش نجيبو كاس العالم وغندابزو باش ننظمو كاس العالم. غندابزو الطموح ديالنا خصو يكون كبير، والبارح طبيعة الحال الجميع يهنئ الفريق الوطني على الانتصار ديالو، انتصار مستحق، لا طريقة اللعب ولا، لكن العلاقة ديال الفريق الوطني البارح والسلوك ديال اللاعبين داخل الملعب والموضوع ديالنا اليوم، كانوا كيلعبوا فريق متكامل، ما فيش الأنانية، احترام اللاعب اللي حداه وبواحد الأخلاق عالية، والبارح كانوا كيمثلوا المغرب ماشي غير في الكرة، حتى في الثقافة والسلوك المغربي شفناه البارح في على أرض الملعب. شفنا حاجة أخرى، المغاربة من حقهم يفرحوا، البارح كنا فرحانين، شحال هادي ما فرحنا، كاين غير الغم، قتلونا بالغم بواحد، قتلونا بواحد الغم اللي جا من واحد الخطاب اللي تطور ديال الكراهية والحقد، وهذا ما مزيانش، وبدا التصنيفات، هذا عوج، هذا ما مزيانش، هذا شفار، هذا قمار، هذا ولد الحرام، بدينا كنسمعوا هذه الكلمات والمصطلحات ودخلوا القاموس ديالنا في الحياة اليومية. ديكو يعني فواحد اللحظة تحول المجتمع المغربي كله، تولينا كنشوفوا التلميذ كيضرب الأستاذ في القسم. شوف هذا إذا ولا عندنا مشكل، خصنا نجلسوا بالعقل ونتذكروا، يكون عندنا طموح، من حقنا، من حقنا نفرحوا، من حقنا نعيشوا في هذه البلاد كما عاشوا فيها الأجداد ديالنا، من حقنا كذلك نسترجعوا واحد المجموعة من المصطلحات اللي ضاعت منا. اسمح لي، الله يرحم الوالدين، الله يخليك. كيفاش كنسمعوا هادشي؟ في الطريق كتصوت الطوموبيل كلاكسون كيغوت الله حيد هذا مالكش بغيتي تكون؟ وعاد بلا ما نتكلم على واحد المجموعة من المصطلحات ديال السب والقذف، ولينا كنشوفوا هادشي كذلك في الصحف ديالنا، في الجرائد ديالنا، في الخطاب السياسي داخل البرلمان، السياسيين بيناتهم، كأن نهاية العالم. ماشي حنا، ماشي هذا المغرب اللي كنعرفو، ماشي هذا المغرب اللي تربينا فيه، تربينا في واحد المغرب كنحتارمو الجدة ديالنا، كنحتارمو الوالدة، كنحتارمو الوالد اللي كبر منا، كنا صغار، لا بلاتي باقي غنوصل للجار، كنا صغار كان الأستاذ كيما جي في الدرب حنا كندوزو في الدرب آخر، ما كنقدروش ندوزو قبالة الأستاذ. فعلا وقع تطور في المجتمع، فعلا كاين تحول، ولكن التحول ما كيعطيناش الحق باش نغيرو السلوك ديالنا، يمكن ندوزو يمكن نجلس مع الأستاذ ديالي نناقشو، ما بقيناش شي كنقبلو وما خصناش نقبلو داكشي اللي كيعطيونا كامل، يكون عندنا فكر نقدي ولكن في الاحترام. إذا الاحترام خصو يكون، إلا ما بديناش بهذا السلوك من داخل العائلة، كيفاش يمكن لينا نطوروه مع الجار في الدرب في الحومة وحنا ماشيين حتى نوصلوا للمجتمع؟